حسن المستكاوي، ما عارف انت موجود معانا. كابتن حسن المستكاوي طبعا ناقدنا الرياضي الكبير، يا سلام، ابن العظيم إيه طبعا كابتن نجيب، يا سلام. فانت لحقت الكابتن نجيب؟ طبعا. طيب هنسمع كابتن حسن هيقول ايه ونرجع تاني. انا بس عندي سؤالين للكابتن احمد، تفسيرك ايه لادائنا، لاداء حكامنا الثمانيه اللي شاركوا بكاس الامم وكان اداء مميز ورائع، و يعني الاداء اللي دايما فيه انتقادات او كثيره من الانتقادات بالنسبه للتحكيم على المستوى المحلي؟ ده سؤالي الاولاني، ايه السبب، ايه الفرق؟ عندي سؤال ثاني، يا ترى وانت بتلعب ايام في بعض المباريات هل جالك لحظه يعني كان نفسك تقول للجمهور او للملعب كله ادوني 30 ثانية بس افكر في القرار في اللعبة دي؟ لان انا عارف ان الحكم هو الانسان الوحيد اللي من بين ملايين قدام الشاشة او الاف في الملعب في المدرج ما يقدرش يقول للناس ادوني 30 ثانية افكر اخد قرار شكله ايه. هل يا ترى مريت بحالة زي دي؟ اعتقد ان تبقى مواقف صعبة جدا بالنسبة للناس اللي بتدير او بتشتغل في التحكيم. الله يكون في عونكم، لكن في النهاية كل التوفيق لكل حكامنا، وتحياتي وتقديري الشخصي والعميق لشخصك الكريم الجميل. انت انسان صديق من زمان، ويعني سندي الاجابة جاوب لنا، قول لنا ايه الحكاية في السؤالين اللي انا سألتهم لك دلوقتي.